فتحت البوابات لخامس الأشواط. حسن السنتين التي لم تربح اندفعت من علامة 1400 متر وريد دراجون ابن سولد ذا سارج. يبدأ الانطلاقة في هذه الأثناء، يحاول خطف السياج في محاولة أيضا من حربي ابن تايم تيست بشعار الأحمر، ويا سلام يا سلام الله في ثالث المراكز بجوار السياج، بينما نشاهد تحرك قوي أيضا لبرق على ما يبدو ابن جيمي كريد مع لويس موراليس، فيما نشاهد إلى خامس المراكز كاردانو ابن جود ماجيك مع إيدي كاسترو، وهنا الانطلاقة إذا حربي إلى المركز الأول ابن تايم تيست مع عبدالله العوفي، فيما ابن سولد ذا سارج دراجون إلى ثاني المراكز مع كامل يوسبينا يحاول الانطلاق وخطف الصدارة، فيما ثالث المراكز نشاهد لبرق ابن جيمي كريد مع لويس موراليس، فيما المركز الرابع هنا الدخول إلى المنعطف الأخير حربي ابن تايم تيست إلى المركز الأول، ينطلق في هذه اللحظات مع الدخول للخط المستقيم، وريد دراجون يطارد إلى ثاني المراكز، منافسة ثنائية ثنائية، هنا عبد الله العوفي يطلب من حربي ويغير المسار، يا حربي ينطلق إلى المركز الأول يتمسك بالسياج ويحاول توسيع الفارق. حربي في أول ظهور بشعار الأحمر، حربي لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز يقدم نفسه بشكل رائع وجميل، ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. إذن حربي بن تايم تيست تدريبات حسين الشويب والقيادة عبد الله العوفي، ألف مبروك.